السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم نحضر معكم قراشل بلدي من السمين، كيجيو خفاف بدون بيض بدون زبده وبدون حليب غير بالماء. تقدري ديري هاد القريشلات، نتمنى انهم يعجبوكم، وكذلك طريقه الطياب ديالهم في الفرن الكهربائي تيما. بالنسبه للمكونات هاد القراشل، يعني مكونات توفر في كل البيوت، عندنا ربع كاس ديال الزيت. بالنسبه للكيسان، يعني نعبر بكاس واحد كيف ما كان الكاس، اي حجم، يعني كاس واحد نعبر به المكونات. ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال السكر، جوج كيسان ديال الماء، ملعقه كبيره ونصف ديال خميره الخبز، وشويه ديال النافع، شويه ديال الزنجلان. الزنجلان ملعقه كبيره عامره حتى جوج معالق، وكذلك النافع ندير واحد ملعقه كبيره ديال النافع، وشويه ديال الملح على حسب الذوق. نخلطوا هاد المكونات، السكر، الزيت، النافع، الزنجلان، الملحه والخميره، كلشي نخلطوهم، نديرو بشويه بشويه الماء، ومن بعد نديرو كميه كامله ديال الماء. الماء يكون عادي ديال الروبيني اولا دافي. كاين اللي كيسبق الدقيق هو الاول، من بعد تخلطي المكونات، يعني مع الدقيق هو اللي كتبقي تسبقي الماء. وهذه يكون جميع الطرق مزيانه، المهم الطريقه اللي غتشوفوا يعني طريقه ناجحه. غنخلطوا الدقيق يعني على حسب الخليط، يعني تنديروا الدقيق حتى كتجمع لكم العجينه، ما تكونش قاسحه بزاف، يعني كتجي مجرد انها تجمع لكم وما تلصقش لكم في يديكم، تجمع كتجي عاديه بحال هكا، يعني رطبه وما كتلصقش لكم. صافي كتحبسوا الدقيق، كنحاول نسرحها هكايا، نديها ونجيبها هكا باش تجمع لكم. كتشوفوا طريقه بسيطه، هي راه رطبه وما كتلصقش، وكنخليوها هكايا ترتاح يعني تقريبا واحد 25 دقيقه دغيا دغيا كتخمر. بالنسبه للخميره، يعني كثروها، ماشي تكون قليله، ملعقه كبيره، ملعقه ونصف دغيا تتخمر لكم على حسب، او الخميره المعجونه اللي عندكم. من بعد ما شتا ضعفت الحجم ديالها، صافي شديتها، يعني غير عينكم ميزانكم في الاختمار، ضعفت الحجم ديالها، صافي تجمعوها هكايا وتحيدوا منها الهواء وتسرحوها، ونحن نقطعوها طريفات اولا كويرات على حسب الحجم ديال الخبيزات. درت انا 12 وحده، الا بغيتو يعني كم حجم صغير غديروا تقريبا 12، غتكون 24 وحده. درتهم متوسطين بهذا الحجم هذا، وعلى حسب الطاوله اللي كانت عندكم كبيره بزاف تقدروا ديروا يعني كميه يعني صغار، غتجيكم 24 وحده. كما شفتوا الحجم ديالهم هو هذا، يعني من بعد ما كنبسطوهم غادي يكبروا. صافي نخليهم يرتاحوا غير واحد 5 دقائق باش نبسطوهم، باش يجيكم ساهلين. كنحطوهم يرتاحوا 5 دقائق حتى 10 دقائق غير باش يجيكم ساهلين في التبساط، ونبداو نسرحوهم في الطاوله. صافي كنحيدوا الكميه اللي غادي نفرقوهم هكا في الطاوات، يعني كل طاوه نديروا فيها 6، لان هذا الحجم هاد الطاوات ياخذوا، الا كانوا كبار يعني متوسطين غنديروا 6، الا كانوا يعني صغيورين غنديروا حتى يعني 12. كما كتشوفوا يعني ملي كتبسطوهم راه كيكبر، يعني تيجيو كيكبروا، يعني ماشي تيبقاو صغار، ومازال غادي يختمروا غادي يكبروا. تنبسطوهم يعني تبسط يعني رقيق بحال هكا، يعني ماشي غنخليهم غلاط، بسطوهم مزيان لان مازال غادي يختمروا وغادي يغلاضوا مازال بهذا الشكل هذا. بسطوهم نيت مزيان، ماشي يعني خليهم هكايا متوسطين في السمك، بسطوهم يكونوا رقاق. كيجيو هكايا كما كتشوفوا، نخليهم حتى يعني واحد الشويه غادي نديرو فيهم هكا البيض، ما نخليهمش حتى كيختمروا مزيان. المهم غادي ناخذ طاوه اخرى غادي نبسطو كويرات اخرى. كما كتشوفوا درت جوج طاوات، درت 12 وحده. قبل ما يختمروا غادي ندهنهم بالبيض، يعني بما صوب الطاوله الاخرى، يعني كما تشوفوا اختمروا شويه، يعني ماشي بزاف غير شويه، مازال غادي يختمروا مره ثانيه. غادي ندهنهم باصفر بيضه، الاخوات اللي ما باغيش البيض يقدروا يدهنوهم غير بالحليب، يعني غير الحليب غادي يعطي واحد اللون بلا بيض. اصفر بيضه دهنوهم مزيان باش كيعطي واحد اللون زوين ولامع. الا خليتهم حتى خمروا بزاف، تخمروا يعني الاختمار النهائي، غادي منين تبغي تدهنيهم غادي يطيحوا،
حاولتي باش يبقاو مزيانين، حاول دهنهم قبل ما يختمروا. كنرشعوا لهم السنجيل ونخليهم يختمروا مره، خليهم يختمروا ونغطيهم بشي حاجه بشي من غير الزيت، لان غادي يلصق فيهم، او لا تخشيهم في الفران كيكون دافي باش يختمروا دغيا. في هذه الاثناء يعني هانتوما نخليهم يختمروا، كما كتشوفوا غادي نرشعوا لهم السنجلان الطاوه الثانيه هذه. من تبغوا تدخلوا من الفران تسخنوا الفران مزيان حتى 200 درجه، سخن مزيان كما شفتوهم مختامرو كيتلاصقوا مع بعضياتهم هكايا، كيبان الاختمار ديالهم من هنا بدا يتنفخو. ندخلهم الفران كما قلت لكم سخون، سخناه مزيان حتى 220 درجه، سخنوه مزيان. من بعد ندخلوهم نقصوا درجه الحراره 180، نقصوها ونشعلو غير لتحت بوحدو حتى كيتحمروا من التحت وكيتبان لكم تنفخو يعني وشادين في راسهم. هذيك الساعه نشعلو غير الفوق بوحدو 180 او حتى 200 درجه يعني حسب الفران والاستعمال ديالو. كما كتشوفوا دابا راه جبتهم من الفران يعني شفتهم تحمروا مزيان، كيعطي واحد اللون لامع هكايا ومحمر. كما قلت لكم انا هو الطيب اللي درت 200 درجه، يعني سوا لتحت سوا الفوق 200 درجه، شتي 200 درجه مجهده عليها يعني تتحمروا بالزربه. نديروا 180، نقصوا ما بين 180 200 درجه. في الاول نسخنوه مزيان في الران، ومن بعد ما كتسخنوه مزيان نقصو 200 درجه 180، ما بين 180 200 درجه. هذا هو الشكل اللي درت انا، نوريكم يعني من بعد ما طابو هكا خرجتهم باقي سخونين وخاين بردوا شويه. كما كتشوفوا هما كيجيو زوينين يعني كما شفتوا، راه ملي كيختمروا كيجيو الشكل ديالهم هكا ينفوخ، وخا تبسطوهم مزيان راه كيختمروا كيطلعوا مازال. اللي بغاهم رقاق من هكا يعني بسطوهم مزيان، كيجيو من الداخل يعني خفاف، ما تكونش ديك البابه يعني مدقسين ولا، كيجيو خفاف مهوبين. هذه الطريقه ناجحه يعني، واخا الاخوات المعمر مصوبوهم راه ينجح معاهم، وريحتهم كطلع يعني غزاله بزاف، ريحتهم تشميها داك النافع والزنجلان. يجيو من السمين ولداد، تحتفظي بهم في الثلاجه، ديري كميه كبيره يعني بهذا الحجم صغير، هذا راه حجم متوسط، صغير من هذا الحجم ديرهم في الثلاجه يبقاو مده يعني وقت ما بغيتم كتسخنيهم. كيصلحوا يعني الفطور، كذلك الساندويتشات الا بغيتوهم هكا يعني ما كيكونش حلوين بزاف. كما شفتوا السكر ما كثرتوش بزاف، تقدري ديري قل من ديك الكميه ديال السكر، ولا بغاهم حلوين يزيدوا يعني كميه السكر، يعني كيجيو ما بين متوازنين في المذاق. بالنسبه للطاوه الثانيه، بالنسبه اخوات اللي ما تعرفوش يطيبوا فرن كهربائي ديال الضو، هذه طريقه الطياب ديالهم. والاخوات اللي عندهم فرن ديال الغاز يعني الطياب كذلك نفس الطريقه، طيبوا لتحت سخنوا الفرن من قبل وخليهم ملي تبغوا تدخلوا مقتو العافيه، حرارتكم متوسطه ما تكونش مجهده بزاف، طيبوا من التحت. ومن بعد يعني كتشوفهم طايبين تحمروا تنفخوا وشادين في راسهم، تشعلوا من الفوق، ما تقربوش يعني الطاوه ديالك العافيه باش ما تشدش العافيه يعني تحمر غير الوسط، يعني تجي طاوه الوسط باش تحمر من جميع يعني الجهات. ونوريكم كما كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل، يعني ما كتجيش مدقسه، خفيفه ومهويه رائعين يعني بزاف. نتمنى اخواتي ان هذه الوصفه ديال القريش تاع مسمين اعجبكم، ما تبخلوش عليا بلايكات واشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوفي هذه القناه، ما تبخليش بالاشتراك في القناه، وتبارطاج الفيديو مع اخوات في مواقع التواصل الاجتماعي. وعندي يعني جروب هكا في جروب ديال الفيسبوك، اللي بغاه يخلي لي تعليق تخلي لي الرابط ديال الجروب. وصلنا لنهايه الفيديو اخواتي، مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله، الى اللقاء وبصحه والراحه.